اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده باقه ورد بنهديها لكل الشعب المصري، كل العالم الاسلامي بمناسبه شهر رمضان. شهر رمضان الكريم اللي بنستناه من السنه للسنه، اللي فيه تغفير الذنوب، اللي فيه صالح الاعمال. للاسف الشديد ان احنا بنتفاجئ كل سنه بما هو اسوأ من السنه اللي قبلها. يعني المفروض ان احنا شهر رمضان الروحانيات وقراءة القرآن والذكر والصلاة والاتجاه للعبادة، لكن للأسف الشديد بنزيد ونكرر ونقول إن للأسف إن المسلسلات الهابطة والإعلانات التافهة والمقالب والفوازير والكلام الفاضي ده كله بنشوفه في شهر رمضان. يا جماعة إحنا بنكرر ونقول اتقوا الله شوية، اتقوا الله شوية في الشعب المصري، اتقوا الله شوية في الظروف اللي إحنا عايشينها. يعني لما أشوف إعلانات وشباب طالع وطريقه مبتذله والفاظ خارجه، حاجه غريبه جدا وحاجه شاذه جدا ان احنا نشوفها. الناس اللي كانت شايله الكعبه في اسكندريه من يومين وخارجين، معرفش الناس بتفكر ازاي والناس عايشه ازاي. لكن نقول ان احنا عندنا جيش مصر القوات المسلحه بنهنيها ونهني كل الشعب المصري الشعب الطيب باعياد تحرير سيناء. الاجواء اللي احنا بنعيشها النهارده بنقول للجيش انت ما حاربتش في سيناء بس عشان نحارب الارهاب ونحارب التطرف، لا، النهارده احنا بنحارب عشان التنميه. النهارده الجيش بيسطر ملحمه جديده، بيسطر صفحات من التاريخ، بنعمل تنميه، بنعمل مشروعات، وبنحارب الارهاب بشكل كويس، بنحاربه بالتوعيه. يعني حاجه جديده وحاجه كويسه وحاجة يمكن احنا بنشيد بها بالجيش مصر العظيم وقائد مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا كل يوم بنرفع له القبعة وان احنا بنساند وبنأيد اختياره كأعظم قائد. اليابان الايام اللي فاتت اختارت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأفضل شخصية وكأفضل قائد، واحنا ولاده واخواته واصدقائه وكل مؤيديه بنأكد ونقول ان احنا مع السيد الرئيس في كل قراراته وفي كل مشروعاته. وبنقول للناس التانية اللي بتخرج علينا كل يوم بتقاليع جديدة، الإخوان والمرتزقة والعملاء اللي قاعدة في القنوات، خليكم تسمعوا الرئيس رسالة بيقولها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه رسالة، خلينا نشوف رسالة السيد الرئيس ونستقبل ضيفنا كابتن أشرف عبد الحليم. أنا قدمت نفسي كالآتي: أنا مش إخوان ومش هبقى اخوان، وانا مش سلفي ومش هبقى سلفي، انا بقول الكلام دوت لاول مره بقوله لكم وبقول للمصريين. قلت انا مش اخوان ومش هبقى اخوان ومش سلفي ومش هبقى سلفي. واحنا بنقول وبناكد على كلام السيد الرئيس، احنا مش اخوان ولا عمرنا في يوم من الايام هنبقى اخوان، وكلنا ضد الاخوان وكلنا ضد التطرف وكلنا ضد الارهاب. خلونا نشوف فيديو للكابتن أشرف عبد الحليم لاعب منتخب مصر ومدرب الاتحاد السكندري ونرجع لكم تاني. وصفر الحكم محمد جمال إيشا ببداية المباراة، ودلوقتي كرة مع نادي الإسماعيلي اللي بيلعب على إيدك في الشمال. أحمد سامي لعبة أمامية طويلة، مجدي طلبة ويعمل فاول مجدي طلبة مع يوسف حمدي، تبقى ضربة حرة مباشرة لصالح نادي. لتصبح النتيجة واحد الاتحاد لا شيء الاسماعيلي في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وتنضرب درجات اسكندرية وعلى طول يعلو معانا صوت الجمهور السكندري. لمجدي طلبة، مجدي طلبة بيقطع طارق العشري، طارق العشري بيلعبها لكفتة، كفتة ناحية الشمال بيلعبها
ايوه لعبه كده صح. مجد الرشيدي، مجد الرشيدي، وان تو مع بعض، هاتوا خد مع كرم مرسي، وبيشوط والجول. برافو برافو يا جوناس. بيخش عليه محمد شرف وبيحتسب الحكم ضربه حره مباشره. الحكم ريشه بيدي انذار ايمن رمضان. هنشوف هاي الحكم هيحسب ايه، هنشوف الحكم ريشه حاسب ايه. هنشوف الحكم حاسب ايه. شكله كده حاسب ضرب الجزاء على نادي الاسماعيلي. لعيبه الاسماعيلي بتعترض، وكل لعيبه عنده شايف انا الجهاز الفني نازل الملعب، وده المفروض طبعا ما يحصلش، ولكن هنشوف الحكم ريشه حاسب ايه. الكره سريعه اتشاطت من محمد شرف، طلع عليها الجون. اكيد الجون الكره ارتدت منه، اكيد مسك رجل محمد شرف، وعشان كده الحكم بيحتكر على الكره. يلعب ضربه الجزاء، اشرف عبد الحليم هو اللي ماسك الكره وبيحطها على نقطه الجزاء، وبيطلب من اللعيبه الخروج بره خط 18 وخارج الكوت، وبيشاور الحكم للحارس المرمى يقف على خط المرمى، وبيخش اشرف عبد الحليم وبيجيب الجول الثاني لنادي الاتحاد على شمال جوناس. اشرف عبد الحليم يومك النهارده يا اشرف، يومك النهارده. جاب الجول الاول لنادي الاتحاد في الدقيقه 14، والجول الثاني من ضربه جزاء في الدقيقه 35 من بدايه الشوط الاول. 2-0 2 نادي الاتحاد لا شيء نادي الاسماعيلي. يومك النهارده يا اشرف، النهارده موفق اشرف قوي، وبيحط الجول، حط الكوره على شمال جوناس، ويلعبها على طول لايمن رمضان. ايمن ماشي، ايمن بالكوره ودخل نص ملعب نادي الاتحاد. ايمن وبيدور على لعيب يلعب له، وعايز يلعب لاحمد رجب رقم 21، انما بيغير رايه ويلعبها لمحمد بركات. محمد ماشي، محمد بركات ماشي وعايز يكشف الملعب، وبيكشف الملعب كويس محمد على فكره. يلعبها عند ايمن رمضان، ايمن لاحمد سامي. احمد سامي كان في النادي الاهلي قبل كده يا جماعه، واحد كوره مع احمد سامي وبيعدي، انما على طول وبيمررها حلو. احمد ناحيه شمال لنادي الاسماعيلي لبيبو لاحمد سامي، هيعمل اوفر، وعمل اوفر فعلا احمد سامي، بيعملها على طول محمد صلاح ابو جريشة، انما تقلش من على راس ابو جريشة، وكان ممكن يبقى جول للنادي الاسماعيلي وعلى طول شفنا الكابتن اشرف حليم، وشفنا اهداف جميله بيسجلها في الدوري المصري. خلونا نرحب بيه ونتعرف عن قرب من احاسيس الكابتن اشرف وحياه الكابتن اشرف بعيد عن الملاعب. اهلا وسهلا بك كابتن اشرف. استاذ محمود اهلا بيك يا استاذ، سعيد بيك النهارده، منور الدنيا، وكل سنه طيبين وكل امه الاسلام بخير يا رب ان شاء الله. عاوزين نعرف المحطات اللي في حياه الكابتن اشرف عبد الحليم، بدايه من مركز شباب البدرشين، مرور بسكر الحوامديه، نادي الزمالك، الاتحاد الاسكندري. كل حاجه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كل حاجه لها قصه معايا وكل حاجه لها بدايه معايا، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى كان موفقني في كل الخطوات دي كلها. يعني انا خدتها من الزيرو زي ما بيقولوا، لحد الحمد لله ربنا كرمني ان انا بلعب في نادي من اكبر انديه مصر الحمد لله. ايه قصه السكر الحوامديه وايه قصه الزمالك معاك؟ لا، قصه سكر الحوامديه قصه مختلفه شويه، لان انا لما رحت سكر الحوامديه كان عندي كان ماسك في الفتره دي عبد الجليل حميده، وده كان جول النادي الاهلي. وبعد اول 3-4 اسابيع من الدوري لقيته بيتكلم معايا بيقول لي انا عايز اوديك الاهلي، فاداني ميعاد في المرسى مرتين ثلاثه، وانا ما كنتش بروح لان انا ما كنتش حابب ان انا اروح الاهلي، اتكلم بمنتهى الامانه. يعني انا ممكن ده احنا نقف عند ده كابتن اشرف. اه اتفضل. الاهلي، الاهلي مين ما يتمناش كابتن اشرف مش حابب يروح الاهلي؟ تمام، ما انا هقول لك البدايه، بس البدايه انت بتلعب فرقه درجه ثانيه، فانك تروح الاهلي انت شايفني بشكل كويس، بس الشكل الكويس ده هل يسمح لي القدرات والامكانيات نلعب في الاهلي؟ فانا كنت رحم الله امرئ نعرفه قدر نفسه بالظبط كده. فالقصه كلها كانت في البدايه قصه خوف شويه، مش ان نادي الاهلي، نادي الاهلي ونادي الزمالك زي ما كل الدنيا بتقول حلم، ده حلم بالنسبه له. بس انا بالنسبه لي بقى الوقت الامور مختلفه يعني. المهم خلينا في الخطوات ديت. فكان في بطوله بتتلعب في سان اسكندريه، وفي البطوله دي كانت الامور كافتتاح الشركات، بطوله افتتاح دوري الشركات، وكان الدكتور حسن غندر المنظمه، وكانوا عاملين منتخب مصر الشركات، فانا كنت من ضمن لعيبه منتخب مصر الشركات. ده كان اول ماتش العبه، نزلت اخر 5 دقايق او 7 دقايق فجبت جونين في الماتش ده. فبعد الماتش لقيت في يعني في ناس بتكلمني على قصه ان انا اروح الزمالك،
وفي الفترة دي الزمالك كان ما أدراك الزمالك بقى، جمال عبد الحميد ومنويل وأيمن يوسف وأشرف قاسم وأحمد رمزي، كان صعب جدا 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 جدا. فالمهم رحت النادي الأهلي، الكابتن كانت ليها قصة معايا شوية، لأن الكابتن حمادة أمام كان ساعتها مصر على وجودي، وأنا حكيت القصة دي قبل كده ورحت. لما رحت كانت الأمور بالنسبة لي إنك تلعب في الزمالك وفيرود وجمال عبد الحميد وأيمن يونس ومنصور وهتلعب على الناس دي إزاي؟ فبعد كان في ماتش سكة الحديد والزمالك وأنا كنت موجود في الفترة ديت، وبعد الماتش ما خلص كلمت مع صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى الكابتن عادل عبد الواحد، وقال لي اشرف الامور صعبه قوي، يعني قال لي في الزمالك الامور صعبه قوي، يعني العمالقه وكل مش هتلاقي فرصه، مش هتلاقي فرصه. كان لسه كان جايبين احمد ساري، ما تيجي احنا عاملين لك مفاجاه نقول الو. ايوه يا فندم مساء الخير. مساء النور. ندى 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 اشرف. ازيك يا ندى؟ الحمد لله تمام كويسه. احنا معانا الكابتن اشرف النهارده في الاستوديو، واكيد في حاله طوارئ في البيت واحنا في شهر رمضان، وكلمه بتوجهيها للاب الوالد اشرف عبد الحليم. اقول له ان هو اغلى حاجه في الدنيا وربنا يخليه لنا يا رب وما يحرمناش منه ابدا. ندى ندى الكابتن اشرف يا ترى في البيت تركيزه ازاي؟ هو في المهتم شويه بالرياضه ولا نفس الاهتمام جداً بالبيت؟ لا جدا مهتم بالرياضه جدا، ال 24 ساعه رياضه. ماشي. طب كلمه بتوجهها للكابتن اشرف واحنا في شهر رمضان؟ اقول له كل سنه وانت طيب وبخير يا رب، ودايما تبقى معانا ويديك طول العمر يا رب. حبيبتي ندى ربنا يخليك يا حبيبتي. كلمه بتقولها لندى؟ ربنا يخليك يا بابا. ندى ندى الدلوعه بتاعتي وعندها كندا ربنا يخليها لها يا رب. ويعني انا ندى من يعني نقول ان الكابتن اشرف جد يعني مش باين عليك. لا مش باين على لا ناس. ندى ندى بنتي وصاحبتي، يعني ندى بنتي وصاحبتي مش بنتي بس طبعا. فربنا يخليها لي يا رب. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ندى، وان شاء الله نرجع نسحر مع الكابتن اشرف عندكم النهارده. وانت طيب ان شاء الله. شكرا جزيلا. نكمل حوارنا مع الكابتن اشرف ونقول الزمالك وما ادراك ما الزمالك. احمد الكاس وجمال عبد الحميد والنجوم. كان احمد الكاس لسه ما راحش الكابتن احمد طبعا. فريق الاحلام كل اليوم. فريق الاحلام هو كان كان جايبينه الموسم ده تعرف في ماتش الاسماعيلي، لكن انا بتكلم على كان الدخول فيها قبلها بسنه، قبل ما كابتن احمد الكاس يجي بسنه بالظبط. بسنه، وكانت الامور صعبه جدا جدا في نادي الزمالك. فلما كلمني الكابتن عادل عبد الواحد ان انا اروح الاتحاد السكندري قعدت افكر كتير، لكن اخذت قرار ان اروح، وكان ماسك كابتن حسن شحاته ورحت، وكانت البدايه الحقيقيه في حياتي يعني كلاعب، والحمد لله ربنا كرمني قدرت اعمل حاجات كويسه جدا جدا. عشان كده زي ما بتكلم على طول الاتحاد بالنسبه لي يعني كل حاجه، جمهور الاتحاد والاتحاد السكندري بالنسبه لي كل حاجه. طب ايه المشاكل اللي واجهتك في بدايه حياتك في نادي الاتحاد السكندري؟ لا لا كتير، كانت الامور صعبه جدا جدا جدا. تخش تلعب في نادي برضه بحجم الاتحاد وجماهيريته، الموضوع مش سهل. يعني الموضوع انك تلعب في الانديه الكبيره دخلت وسط اللي لا شعبيه. احمد ساري لا 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 احمد ساري كان لسه ما جاش. احمد ساري وكرم كان لسه ما جاش، وعصام في مجموعه كبيره ما كانتش جت. كان الكابتن حسن راح على المجموعه اللي كانت موجوده، وكانت في عنده مشاكل كتيره، والفرقه كانت مهدده بالهبوط. انا رحت تقريبا الدور الثاني جبت 9 اجوان، وقعدت الاتحاد في الدوري. اخر ماتش كان بلديه المحله، قعدت الاتحاد في الدوري في اول موسم ليا. يعني اول موسم ليا قدرت اعمل حاجات ربنا كان كريم بيا قوي فيها يعني. وهنا كانت ابتدت بقى البدايه، يعني في حاجات كتيره جدا قابلتني بعد كده. ولما رحت المنتخب الامور اتغيرت بالنسبه لي، فالحمد لله كانت من البدايات الكويسه جدا جدا في حياتي ان انا ربنا كرمني ان اروح نادي زي نادي الاتحاد. طب احنا نقول حاجه للكابتن اشرف، ويمكن انا من وانا بعد الحلقه امبارح بجهز اتفاجئت بحاجات يمكن لفتت نظري. الكابتن اشرف عبد الحليم في علامه حزن في عيون الكابتن اشرف، ودمعه قريبه كده. انا يعني ما شفتش الكابتن اشرف بيفرح بجون مسجله، نفس الستايل ونفس اللقطه ونفس النظره في كل المواقف بتاعتك، انا شايفها دلوقتي. يمكن ايه في ايه؟ لا ويمكن حضرتك انت قدرت تلمع حاجات ما حدش كتير كان بيشوفها او ما حدش بيلاحظها ولا في جواني ولا في حياتي بعد كده. يعني انا شويه ببقى يعني بطلع من محطه لمحطه، بطلع كل الماتشات اللي كنت بلعبها في حياتي كانت كلها تحدي. كل الماتشات وانا بلعبها كل ماتش بعد كل ماتش عندي تحديات جديده، لدرجه ان حتى بعد ما بطلت كوره وانا مدرب على طول عندي تحديات، على طول ببقى مركز ان انا اعدي كل محطه. الحمد لله الحمد لله كل حاجه بعديها وكل خطوات باخدها كلها الحمد لله بما يرضي الله.
بشتغل سواء سواء كمدرب او سواء حتى لما كنت لعيب الحمد لله تركيز على طول ببقى ما بحبش كلمه الماضي ده حاجه بتعدي انا عايز الجديد يعني ايه الحاجه اللي اعملها اللي اضيف لاشرف عبد الحليم الفتره الجايه تدريب شغلانه صعبه جدا 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 موضوع مش زي الناس ما فاكره مدرب يبقى واقف على الخط لا لا القصه صعبه جدا قصه صعبه لان في حاجات بتبقى بره الكوره صعبه لاي حد يستحملها يعني بيبقى فيها حاجات بره الكوره بتبقى صعبه جدا بس خلينا نتفق ان مجال الكوره بالتحديد كله بيبقى مبني على العلاقات كل مجال الكوره ما حدش يقول مش بالقدرات زي ما كل الناس بتتكلم مريتها بالقدرات يعني يا ريت احنا بنقيم اللعيب او المدرب على قدراته بس في عوامل كتيره جدا جدا بتخش حتى بعد الكوره الامور بقت صعبه في التدريب يعني شغل التدريب على قد ما انت بتشتغل وبتجتهد وبتتعب لكن الامور برضه بتبقى فيها بعض الصعوبات يعني بعض الصعوبات يعني احنا لو قلنا رسائل كابتن اشرف عبد الحليم يوجهها لزملاء الملعب وزملاء التدريب واداره النادي خلينا ناخد كده من اول الاستاذ محمد مصلح رئيس مجلس الاداره ورساله بتوجهها لرئيس النادي انا رئيس النادي انا قلت كان عندي برنامج امبارح واتكلمت وقلت وهقول تاني استاذ محمد مصلح من الشخصيات الجميله المحترمه جدا انا بحبه جدا بس هو مش عارف يحبني انا قلتها لتاني مره بقولها انا شخصيه عامل طفره في نادي الاتحاد وعامل حاجات كتيره جدا في صوره للكابتن استاذ محمد مصلح من الشخصيات الجميله المحترمه جدا 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 اللي عامل طفره في نادي الاتحاد وبصراحه يعني راجل مشهود له بالكفاءه يعني هو خير جدا 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 يعني هو بني ادم خير جدا 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 وبني ادم كويس جدا طب ايه مش عارف يحبني ده يا كابتن مش عارف انا مش عارف بمنتهى الامانه انا يمكن ما اتكلمتش في الموضوع ده بس انا مش عارف او مش عارف او ممكن اكون انا اساسي شايف في كميه مداخلات كتيره موجوده معانا الاستاذ مصطفى الشهاوي من اسكندريه اهلا وسهلا بيك يا استاذ مصطفى اهلا اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام طبعا برحب بحضرتك و بالكابتن الكبير كابتن مصطفى حبيبي يا استاذ مصطفى الحليم استاذ مصطفى من اعز اصدقائي الراجل حقيقي كابتن اشرف ده من الشخصيات الجميله جدا ربنا يخليك هو ليه زعلان على طول يا استاذ اشرف يا استاذ مصطفى نعم ليه زعلان على طول الكابتن اشرف كده ومش مبسوط ليه هو بس انت عارف بيحب نادي الاتحاد وشايل هم الفريق وراجل بيغير جدا على فريق نادي الاتحاد انما هو كابتن اشرف حقيقي من الناس القليله جدا اللي هي بتعشق نادي الاتحاد وقريبه جدا من الجماهير وطبعا كابتن اشرف انا بقول لك كل سنه وحضرتك طيب كل سنه وانت طيب طب انت شايف يا استاذ مصطفى شايف يا استاذ مصطفى ان قربه من الجماهير وانا شايف كتير على صفحات الفيس بيطالبوه بانه يبقى مدرب فريق الاتحاد ويبقى ضمن الجهاز في الفيرستيم ده عامل له مشاكل جوه النادي والله انا بواجه نداء حقيقي الاستاذ المحترم كبير عائله الاتحاد وكبير عائله اسكندريه الاستاذ محمد مصلحي اللي هو يخلي الكابتن اشرف ضمن الجهاز الفني مع كابتن طلعت حقيقي اللي هو عامل نتائج جميله جدا كابتن اشرف الحين حقيقي كان ماسك فريق الشباب وكان عامل نتائج مبهره جدا فحقيقي راجل بيطور في نفسه كويس قوي وراجل خلوق جدا وقريب من اللعيبه كمان كل اللعيبه بتحبه جدا حتى اللعيبه الناشئين في النادي واللعيبه الكبيره بيحبوه جدا انت داخل عشان تجامل بقى يا استاذ مصطفى لا والله دي حقيقه كابتن اشرف حبيبي والله فيك حبيبي ربنا يخليك كل سنه طيب واحنا طبعا انا مش هنسالك الهدف بتاعك في المقاولين العرب كابتن اشرف في الدقيقه 3 من الوقت بدل الضايع حقيقي الهدف كويس كان جميل جدا كان جميل جدا ربنا يكرمك وان شاء الله يكون في الفريق الاول وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وبقول للاستاذ محمد مصلحي كبير عائله الاتحاد وكبير عائله اسكندريه كل سنه وهو طيب اشكرك يا استاذ مصطفى شكرا نكمل مع الكابتن اشرف وايه اللي ممكن تضيفه لفريق الاتحاد في الفتره اللي جايه لو وكل اليك انك تبقى ضمن الجهاز لا ديت هتبقى صعبه شويه لان احنا خلينا نتفق على حاجه اي مدرب موجود في مصر او في دوري ممتاز اي مدرب بيجي ليه الصف بتاعه بيشتغلوا معاه اللي هو حافظينه وحافظ شغلهم خلينا نتفق القصه ديت صعبه جدا في وجود الكابتن طلعت وده حقه ولو اي حد مكانه هيبقى كده يعني انا مش ما بلومش على الكابتن طلعت في الحته دي لان هو من حقه الراجل يختار الجهاز بتاعه من حقه الناس اللي هي تريحه يشتغل معاه فالناس هي مساعده وما فيش اي مشكله والراجل كمان استاذ محمد صلاح موفر كل الامكانيات والقدرات اللي تاهل الكابتن طلعت على النجاح بمنتهى الامانه طب احنا شفنا لك فيديو في عربيه لوحدك وانت قاعد بتكلم نفسك بتقول يا جماعه انا تعبت انا اول مره اسجل اول مره اتكلم اول مره اعمل ايه القصه بتاعت التسجيل
الفيديو ان كان في ضغط جماهيري بشكل غير عادي ان انا امسك الفريق الاول. والقصه كانت صعبه جدا جدا عليا على الاقل، لان كان كل الناس عندهم استوعاب، او في بعض الناس بتتكلم تقول لك ايه ده اشرف حليم بيتكلم مع الناس، اتكلم مع ناس ألوفات على الفيس عشان يطلبوا بوجودي. فكانت دي صعبه جدا عليا، فبقيت مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتصرف. اقول انا حتى لو اتعرض عليا انا هقول صعبه، يعني انا اشرف حليم تيجي تعرض عليا. طب انا هقطعك واقول ان انا ليا اكتر من شهرين بحاول مع الكابتن اشرف عشان يبقى ضيفي في البرنامج، ويمكن هي الصدفه بس هي اللي خليته يبقى موجود معايا النهارده، لو كان موجود في قناه كان في التلفزيون المصري امبارح واتفقنا، ويمكن هي جت بالصدفه. يعني انت مقل جدا في الاعلام. يعني لا انا سعيد جدا جدا ان انا موجود معاك، ومبسوط بيك جدا وبتابعك برامج ما شاء الله حاجه محترمه جدا. سعيد ان انا موجود معاك بشكل غير عادي، لكن انا حته البرامج الحاجات ديت انا صدقني مش بحبها كتير. وحتى ما تيجي ناخد اسلام اشرف. اهلا يا اسلام. اهلا بحضرتك، اهلا معاك، كل سنه طيبين وانت طيب. الكابتن اشرف موجود معانا النهارده، يمكن ده ما شفتوش من فتره. ده صاحبي، فشوف هتقول له ايه النهارده. هو موجود معانا ده صاحبي، ده مش ابني، ده صاحبي. اسلام صاحبي، كل سنه وطيب. وانت طيب يا حبيبي. انا اول مره يعني رمضان يعدي اول يوم ما افطرش معايا، على طول كنت بكون معاك، دي كانت حاجه مزعلاني جدا. بس هو كان زعلان فعلا عشان ما افطرش معاك. كل سنه طيب يا حبيبي، رمضان كريم. كل سنه طيب يا اسلام. اسلام 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 ابن الكبير. بيلعب رياضه ولا ماليش؟ اه بيلعب، بس جات له اصابه، وهو عنده اياد وعنده ريان، ربنا يخليهم له برضه عشان تبقوا انتوا عارفين يعني بقى، يعني جدي يعني. واسلام صاحبي بقى مش ابني، اسلام صاحبي، وطول عمري بتعامل معاه ان احنا اصحاب يعني. شكرا يا اسلام، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. مع السلامه يا اسلام. سلام يا حبيبي. نكمل مع الكابتن اشرف، ناخد منه كلمه موجزه. انا شايف الكنترول عمال يقول لي الوقت بيعدي سريع، في احنا لسه ما اتكلمناش مع الكابتن اشرف. لا ما فيش مشكله. انا عاوز كلمه بوكير، مستر بوكير، في حياه الكابتن اشرف الكروي. غير لي حياتي مستر بوكير، غير لي حياتي الكرويه، لان انا كنت بلعب فيرود، فجاء اصر ان العب في نص الملعب، ودي كانت عامله لي بعض المشاكل شويه. لكن الحمد لله الحمد لله، بعد مستر بوكير ما مسك تقريبا 3 4 ماتشات، رحت منتخب مصر من مكان الديفندر ده. يعني انا ما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام مثلا ان اكون بلعب ديفندر جنب هادي خشبي. كلام الكابتن محمود الجوهري للكابتن اشرف عبد الحليم. كان نفسي يكون موجود معايا، ديت كلمه انا عمري ما انساها للكابتن الجوهري. طبعا كنت واقف معاه في المولى العرب، فقال لي كان نفسي تبقى موجود معايا، كنت تبقى موجود معايا، وانا في صوره بتصور ان هو فيها. فلما قال لي كده بصراحه وانا واقف جنبيه، انا جسم اشرف الجوهري، ما ادراك كان الجوهري يعني ان يقف معاك ولا كان نفسي انك تبقى موجود معايا. وكان هو كان مسافر بره، وكان جاي في يوم كده بصدفه في المولى العرب، كان في بطوله دوليه هناك فقابلته، فقال لي كنت اتمنى وجود لعيب زيك معايا، ودي كانت حاجه تسعدني جدا. انا الوقت عدى سريعا، وانا شايف الناس بتستعجلني، احنا لسه ما اتكلمناش. معلش وانا سعيد ان انا عوضها ان شاء الله مره ثانيه. وبقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن اشرف، وانت نموذج محترم لشباب الجيزه كلها. يشرفنا وصديق عزيز عليا، وبتمنى لك ان انا اشوفك مدرب منتخب مصر ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب ويبارك لك. انا سعيد جدا، انت انسان خلوق ومؤدب ومحترم. انا سعيد جدا، بشكر كل الكاست الموجود كلهم، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله سنه سعيده عليكم. انا في نهايه اللقاء اللي عدى سريعا بشكر فريق الاعداد، بشكر المخرج المحترم الجميل، بشكر كل فريق العمل الموجود معنا في القناه، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، بشكر جيش مصر، بقول لهم كل سنه طيبين، ومصر ان شاء الله بكره احسن، وبكره بينا وبكره لينا، ودايما وابدا هنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. خالص تحياتي محمود عوض.